هؤلاء رجال الله الوية الفتح. على أكتافهم وفوق ظهورهم يحملون الإغاثة نحو عزل ملحان المنكوبة، كتائب من ألوية الفتح في مسير نوعي نحو المنكوبين بملحان في المحوير، بعد أن حالت تقطعات الطرق وتحديات جغرافيا المكان دون وصول الإغاثة على وسائل النقل، فحملتها أكتاف دفعت عن الشعب كوارث العدوان ومؤامراته. ونحن بفضل الله هنا في مديرة ملحان في محافظة المحويت، جئنا هنا لنساند أخوتنا بما حصل لهم من كوارث وسيول حيث هدمت بعض المناطق. وكمان قلت من رسالتنا إلى السيد القائد نقول له نحن مستعدون وجاهزين لأي شيء. بعزيمة وإصرار تشك الكتائب جبال الأرض الصعبة والوعرة، فيد تمد الأهالي المنكوبين بالأغبية، وأخرى تساند أعمال الشق وتعبيد الطريق نحو جرام الحان وعزلها. اجتهادهم معنا ومع المواطنين وعلى أغارتهم علينا بهذه الحالة، ونشكرهم كل الشكر على اجتهادهم ومساعدتهم لنا وللمواطنين جميعا. ألوية الفتح ينقلون الغذاء للمواطنين في أملاح محافظة المحويت بعد قطع خطوط الطرق من جراء السيول والأمطار. يختصر المشهد في تفاصيله علاقة الجيش بالشعب، فمن ضحى بدمه وأغلى ما لديه هانت عليه مشقة خدمة شعبه وتخفيف آلامه ومعاناته.